This one is rapping, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping, oh my god, my whole life, my أبرز إنجازاتها بكأس العالم المكسيك 86 المركز الرابع وآخر حضور في 2014 منتخب بلجيكا بلغ الربع النهائي. على فكرة آخر الدورات الكبرى بلجيكا توقفت عند الكوارتر فاينل سواء المونديالي ضد الأرجنتين أو الأوروبي الأخير 2016 في الملاعب الفرنسية ضد فريق ويلز كان الخروج. الطريق سالك يا ولدي من أجل المونديال، والمونديال يعني البالوندور. ارتاحت من ليونيل ميسي، خلصت من كريستيانو رونالدو. راس تياغو سيلفا، ميراندا اختار يضرب الراس والهدف الاول يضيع. كوره على القائم تياغو سيلفا، الرجل الذي ذكرته على راس القائمه، الرجل الذي براسه يعاني. الكناري يتالم في صمت بالراس والهدف الاول. 1-0 بس كومباني، 1-0 بلجيكا، ستشتع المباراه اكثر. 1-0 على الكره الثابته. شوف الكره عن طريق فرناندينو جاي عاون فيه على قبر بوه هرب له بالفاس، دخل في مكان كازيميرو فسجل الهدف في مرماه. يغالة الحارس أليسون اللي يقبل الأهداف المونديالية بعد 323 من الدقائق. روبرتو مارتينيز 1-0 تيتي، 1-0 البلجيكا. قلت الفريقين مش يسجلوا، مقاومات الفريق الاثنين هجومين قويين برشا. 1-0 بطل البريمير ليج يرجع الكرة ممتازة، فريق البرازيلي كوتينيو جول. الحارس وقف كرة، كوتينيو شوت، هو الحارس كورتوا كلها. على فكرة في الفريق البلجيكي عندنا 11 لاعبي يلعبوا في البريمير ليج في القائمة بتاع 23. يمشي الاسمراني روميلو، روميلو 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 الثانية روميلو، هذا هو الروميلو لوكاكو الهداف التاريخي البلجيكا. على فكرة بوه والد روميلو والد لوكاكو لعب المونديال في 74 لحساب بلد الأصل الزاير. لوكاكو يا كبير، روميلو حط الثاني، فرصة الثاني، كيفن دي بروين الثاني البلجيكا، الثاني البلجيكا، كيفن دي بروين، كيفن دي بروين. ولكن الهدف يحسب لروميلو، الهدف يحسب لروميلو، لوكاكو يسجل الثاني. نعم قلت الشوط لن ينتهي بهدف، فما هدف ثاني توقعته للبرازيل، ولكن استدركت وقلت الكرة أقدام وبالقدم. أروع ما فماش من هكا، ما أحلاش من هكا، ما خيرش من هكا، ما أزينش من هكا. بلجيكا القليلة بأنصارها تتقدم على البرازيل المحتلة لكازان اثنين بلاش، ولكن أقول لكم لم تنتهي بعد. ما اكتوت به اليابان ذات يوم في ليلة اثنين قد تكتوي به البرازيل. مسيطر، أصبح مسيطر عليه. امشي مارسيلو للعودة، الكامباك والعملاق. ما تولي ديك يحسن يديك، ما احسن يديك ويديك. الكورة متاع مارسيلو كورنير، يرجع سيساو، هدف يولعها حتى له الحارس. البرازيل تلاعب كورتوا، تيبو يا تيبو يا تيبو يا طيب يا كورتوا، فقط لا تربح بها. يمشي دي برون حتى له، واريسون يقول له خليني خليني خليني، خليك حنين يا كيفن يا دي بروين، خليك حنين يا كيفن يا دي بروين. احلى شوط في البطوله، احلى شوط في المونديال. مباراه بلجيكا واليابان كانت نار وتصورناها لاجل مثلما سقط نابليون في معركه واترلو. كادت تكون واترلو، تعرف واترلو عسكريا سياسيا هي خساره نابليون بونابارت في حرب 1815 بعد ما احتل اوروبا، وسقوط واترلو كان مدوي عسكريا، لذلك خذوه في الكوره في السياسه في الاقتصاد. بلجيكي خطيره، هيا هيا اقلب المباراه. اوفسايد 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 على نيمار. طلب الكره كان ممتاز ولكن كان متاخر بعض الشيء. بلجيكا في ثوبة العالم، بلجيكا تقدم أقوى العروض، بلجيكا التي لم يسبق لها وأن حققت 5 انتصارات متتالية في كأس العالم الآن تصل لأربعة وشوط. ولكن احذروا الشوط الثاني، هدف أول من فرناندينو وانجول، دي بروين الثاني من كونتر أتاك. فيرمينو مع جيزوس جابرييل، هكا نشوفوا البداية في انتظار تمركز الفريق البرازيلي في الشوط الثاني. كورتوا، ألدرفايل
بايرلز كومباني فيرتونغ خطيرة العودة ممكنة العودة ممكنة يرجع بالكرة دار خطيرة والدفاع مرت سلامات خرجت سلامات البرازيل لو ترجع وتعمل الريمونتادا التاريخية في ماتش كازان سيضمن لها كأس العالم يا سادة لو يعودون اليوم سيعودون إلى ريو دي جانيرو عرضية ولا أروع تمشي كرة خشينة برشا للسيليساو مراوغة جول والحكم يقول ضربة مرمى ضربة مرمى واحتجاج برازيلي البرازيلي يتمنى كومباني يحب يتهنى جات الإشارة ماذا هناك اقتلتونا عذبتونا وعذبتوا الأنصار بلجيكي خايف مرعوب وبرازيلي طامع طامع في عنبة استنى تيتي ما فما والو روبرتو مارتينيز يتنفس السعداء روبرتو يطلب كرة أزار 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 يعود هالو عود هالو إيدان يا إيدانا يا إيدانا الثالث والروميلو كان يستناها روميلو كان الخيار الأمثل ملا كونتر أتاك منال أكاديمية يمشي الكرة دوغلاس فما مل دوغلاس ربحت كرة لا لا يا فيرمينو يا باولينو فيرمينو بعيد باولينو اللي سجل منها عشرات في الكامب نو وفي ملاعب الليغا يعجز في لحظة عن فتح سجلات المباراة حارس كورتوا يتألق الحارس كورتوا يفسخ هدف جات في مستوى 6 أمتار شوف باولينو يمشي كوشتا يمشي كوشتا حط كورة والحارس برافو تيبو تقريبا 8-9 تصديات لتيبو كورتوا هذه الكورة متاع ورا من كوتينيو لحد الآن ما زالت البلجيكا على الهدف الأول على الهدف الأول كورة من ريناتو جول 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 ولعت المباراة السامبا دي برازيل الكاريوكا للمونديال 2-1 ريناتو 2-1 ريناتو الآن باش يمسكوهم الآن هجومية باش يشدوهم باش يحاصروهم أخيرا كورتوا كورة من يضرب الراس ريناتو جول عطل دي برازيل 2-1 2-1 رجعت المباراة شاخت المباراة شيخة في المباراة جو في المباراة متعة في المباراة رتم مباراة إثارة لقاء وقمة كوارتر فاينل حسبة أخرى حسبة أخرى لار ما تشمت فيك رونالدو ميسي كورة الثاني داروا لف وضرب جول ماذا قدر فيرمينو الولد نيمار بدأ يتحرك الولد نيمار بحرارة الروح كوتينيو مايسترو مايسترو في الفرقة الموسيقية البرازيلية في فرقة التعا يريدون اكسترا تايم والبرازيل يريدون اكسترا تايم جول يا ستار يا مانع نختار يا ستار يا كاتب لبلجيكا حزن الأقدار أي اختيار أي اختيار أي هدف ضاع الوالد يكلم الابن يسلمه الارث والموروث هذا حب كاس ليساو يضرب الكورة ولا يعادلون رينا عمار نيمار 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 جول مش ممكن ماذا قدرت البرازيل ماذا قدرت ليساو ماذا قدرت يا الأمير ماذا قدرت يا سمو الأمير يا كوتينيو نو يا كوتينيو لو تتعاود 500 مرة تحطها 502 في الشبكة علاش ليش معليش الآن ما عادش معلي دوغلاس وصل كرة خطيرة تمشي من فاجلين يضرب كرة وضرب جزاء ضرب جزاء عمل الدفع عمل الدفع البرازيل يحتاج لا 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 فيها شوية لمس فيها شوية لمس فيها شوية لمس لا فيها شوية لمس فيها شوية لمس نفس الفيلم يوريهم لك الغرفة متاع المداولات ومن بعد يرجع الحكم يقول ولع دوغلاس 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 يلعب كرة نيمار الله الله يا كورتوا تسلم ايديك تسلم ايديك مطول ايديك يا كورتوا اون جراند نيمار ليون بيو جراند كورتوا بابا بابا مالا كورتوا مالا كورتوا بحكم عشرتنا يا مازيتش بحكم معرفتنا يا مازيتش وقبل 5 دقائق انهاء مازيتش دقيقة 90 السقوط المدوي للسلساو والفوز المستحق لبلجيكا وازار في ليلة ظهر فيه بدر وازار وغاب فيه نجم نيمار السحر غاب سحره وبلجيكا ظهر سهمه وظهر
جيله وبطولته. لا تبكي يا بكاي، لا تبكي أرجوك يا تياغو سيلفا. ما هي الكرة، بلجيكا للسيمي فينال، أوروبا كامبيون ديل موندو، أوروبا كامبيون ديل موندو رسميا في دور الثمانية، أوروبا للدورة الرابعة على التوالي تظفر بكأس العالم. اجتهدوا حاولوا ولكن فشلوا. فيليب لويس مع أليكس كورتوا يتكلم عن رفيق السابق. الفرحة بلجيكية، كازان مقبرة الكبار. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town.